وتنضم إلينا من بيروت كلودي أبي حنا مراسلة الغد. كلودي أهلا بك. يعني حسب قول وزير الخارجية اللبناني أن مرسوم التجنيس الأخير ساعد في تصحيح أخطاء وصفها بالتاريخية أخلت بالتوازن. كيف تابعت هذا الموضوع، موضوع الترسيم ومرسوم التجنيس، وأيضا كيف تابعت بيان وزير الخارجية اللبناني؟ في الواقع من الواضح أن مؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجية هو للرد على حملة قوية من الانتقادات، سواء من خلال تصريحات سياسيين أم من خلال تعليقات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لمرسوم التجنيس الذي كشف عن وجوده ولكن لم يتضح مضمونه ومن هم المعنيون به، باستثناء معلومات غير مؤكدة عن أن هذا المرسوم شمل أشخاصا سوريين مقربين من النظام السوري وعليهم شبهات قانونية، وهم من كبار رجال الأعمال المتمولين الذين يريدون الحصول على الجنسية اللبنانية من أجل المحافظة على أوضاعهم المالية والقانونية وإمكانية التنقل بهذه الأموال. هذا الأمر أثار الكثير من ردود الفعل، ولكن أتى المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية ليؤكد أن هذا المرسوم الذي وقع عليه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية، هذا المرسوم لا يسهم في التوطين لأنه أعطى الجنسية لأفراد معينين، إنما وزير الخارجية لم يكشف من هم هؤلاء الأفراد. واليوم وفود من حزب الكتائب اللقاء الديمقراطي وأيضا القوات اللبنانية طلبوا من وزارة الداخلية، والتقى بعضهم بوزير الداخلية وطلبوا منه الكشف عن مضمون هذا المرسوم، إلا أن وزير الداخلية وكما قالت لنا مصادر من هذه الوفود الحزبية قال إن ليس من حقه الكشف عن هذا المضمون، هذا الأمر يعود لرئاسة الجمهورية ولرئاسة مجلس الوزراء. في أي حال، أيضا صدر توضيح عن وزير الداخلية بعد ظهر اليوم وقال إن المرسوم خضع للتدقيق وقد تم شطب عدد من الأسماء الذين تبين أنهم لا يستحقون الجنسية، إنما سيبقى هذا الموضوع مدار بحث في لبنان سواء بين كبار المسؤولين أو الرأي العام اللبناني، بانتظار أن تعمد السلطات إلى الكشف عن مضمون هذا المرسوم للتأكد من صحة المعلومات المتداولة من عدم صحتها. نعم، كلودي أبي حنا مراسلة الغد كنت معنا من بيروت، شكرا لك.